بسم الله الرحمن الرحيم. أقصوصة جديدة في مملكة أو خلية النحل أو مستعمرة النحل الهايف، أسطورة من أساطير اللي اتسجلت صوت وصورة، بتوضح مدى الالتزام عند الكائنات اللي احنا بنقول عليها حشرات، ما هيش يعني عالية في الترتيب ولا في التصنيف ولا في التكوين، في من هو أرقى وأعلى منها بكثير. وهنشوف هنا السلوكيات والقواعد اللي موجودة داخل الخلية، وده هيرجعنا ل سبحان الله 3 آيات موجودة في القرآن الكريم، بما أننا في هذا الشهر للتدبر شهر القرآن. فالمولى عز وجل حرم الخمر على ابن آدم في سورة البقرة الآية 219، سورة المائدة الآية 90، سورة المائدة الآية 91. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. المائدة الآية 90: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في سورة المائدة الآية 91: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ دي تحريم الخمر على المسلمين بنصوص قرآنية واضحة، ولا أكثر ولا أقل ولا كثير ولا قليل. هنشوف بقى معجزة من معجزات الله عز وجل، وهنعلق عليها أو هنشوف إيه علاقتها بالموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه. دي نحل العسل. الطبيعي في نحل العسل إن هي بتخرج مع ضوء الشمس الأول، زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات أو في الحلقة اللي فاتت، بتخرج وخلاص استقرت على المكان اللي هي هتجيب منه الرحيق. ادي الزهور، ادي المستعمرة. وهنا بقى الطبيعي ان هي بتروح للرحيق، وزي ما حضراتكم شايفين بالخرطوم اللي خارج من الشفة السفلى ده هتبتدي تلعق الرحيق من قلب الزهرة. مش بس الزهرة، ده لو في دخلت كافيتيريا ولقت بقايا شاي أو عصاير أو في قاع الكوباية فبتبتدي تلحس منه. في بعض النباتات بتفرز مواد، بس بتبقى عرضة طول النهار، هذه المواد عرضة للعوامل الجوية من حرارة وشمس وضوء، مفيش مادة حافظة، وبالتالي هيبتدي يحصل لها نوع من أنواع التخمر. أدي الحشرة، وأدي الخرطوم هو اللي احنا بنتكلم عليه، وده أحد أنواع الأشجار بيفرز مادة سكرية هي بتبتدي تتغذى عليها. لكن من سوء شايفين طريقة الأكل، بتلعق بتلحس، ابتدت تتغذى على الرحيق.
هنا بقى ايه هي يعني مش شرط ان احنا اللي كانت في ايدينا، احنا عارفين ممكن يكونوا خارجين 10,000 واحدة، دي دخلت فين؟ دخلت مكان غلط ولقت مادة عصارية سائلة تقدر ان هي ترتشفها، فارتشفتها وكانت بيرة بقى ولا خمرة ولا إلى آخره من الأنواع المحرمة الكحوليات المحرمة، وابتدت هي إيه ضربت شقلباظة، هي ابتدت تفقد التوازن بتاعها، وبقى إيه خلصت شغلانتها ومالت بطنها وعايزة تروح الخلية الشيء الطبيعي، تدخل الخلية وتبتدي تعمل تقيؤ ريجورجيتيشن، تقيؤ مرة أخرى للعصارة اللي هي لماها في المعدة، مالية بيها المعدة. وهنا بيحصل حاجتين، الجزء الأولاني شفتوا عملت إيه؟ هي دخلت غلط ما قدرتش تحدد الاتجاهات، فالطيارة عملت اصطدام بجدار الخلية، يبقى ما قدرتش هنا تميز في الهبوط بتاعها فتحة الخلية، وده معناها ان الاتزان بتاعها الطبيعي او التوازن تأثير الكحول ابتدى يبان عليه، وبالتالي اصبحت غير قادرة على ادراك الفتحة فين وتخش منها، راحت خبطة في الحيط. دي اول علامة من علامات السكر البين، اهي واقفة لوحدها اهي، هنعيد اللقطة تاني اهي واقفة لوحدها اهي، وزي اللي بتقول هو ايه اللي بيحصل، انا مش مستوعبة اللي بيجرى لي ده، ومفيش حد من النحل لغاية دلوقتي جه ناحيتها، سايبينها كده ايه مع نفسها. قوات حرس الحدود اكتشفت بقى هنا الخيانة، الخلية دي في جاردز من الشغالات برضو واقفين على الباب، مش اي حد كده ايه، مش كل من هب ودب ايه يدخل، اهي ماشية جرجر في نفسها وفي رجليها، دي الارجل الخلفية زي ما حضراتكم شايفين متضخم الرزغ والساق عشان يعمل براش او فرشة بتشبط فيها حبوب اللقاح، باينة هنا كمان هنا اكتر، دي السلة اللي زي الفرشة كده فيها أشواك كتيرة بتلزق فيها حبوب اللقاح بتاعت الإيه الزهرة، الرجل الخلفية ابتدت إيه اللي بيحصل ده بقى؟ ابتدت هنا النحلات اللي هم واقفين جرد على باب الخلية ابتدوا يطبقوا عليها العقوبة، سبحان الله، بيعاقبوها على خروجها على النص، فبيبتدوا يعضعضوا في رجليها لأن دي السابقة الأولى من نوعها للنحلة دي، هيعضعضوا في رجليها أهو بتاكل علقة محترمة وقعت على ظهرها وكل الناس اتلمت حوالين منها، وإيه هاتك يا عض هاتك يا عض، عقاب punishment عقوبة صارمة في الغلطة الأولى، وبرضه لم يسمح لها بدخول الخلية أهو، بيعاقبوها بالضرب أهي هي المجرمة دي معايا كده. طب ده في أول مرة، طب في المرات الأخرى لو اتكرر من نفس النحلة نفس العمل مرة تانية هيقام عليها عقوبة مغلظة أكثر، إيه هي العقوبة المغلظة الأكثر؟ كل شغالة من دول في بطنها أو في نهاية بطنها إبر بتفرز غدد فيها غدتين سمت بيتخلطوا مع بعض ويتكون منهم السم اللي بيخش فيه النصل بتاع الإبرة، كل واحدة من حرس الحدود دول هتبتدي تغرز الكيس ده أو الإبرة دي في جسم الإيه النحلة التي أصرت على
الخروج على النظام وعلى التقاليد إلى أن يقتلوها. هما ليه بيعملوا كده؟ مين اللي قال لهم إن الخمر حرام؟ مين اللي قال لهم إن الخمر مضرة؟ تخيلوا معايا العكس، إن هي قدرت تدخل الخلية وهتعمل ريجورجيتيشن أو هتعمل تقيؤ لهذا الكم من الرحيق اللي في بطنها وهو متخمر، هتحطه في العيون السداسية اللي هي فيها رحيق كويس وابتدى يبقى فيه معالجات بتاعة النضج بتاعه. هي لما بتتقيأ الرحيق بيخرج معاها انزيمات الهضم اللي بتهضم، بتحول المواد السكرية العديدة إلى مواد سكريات أحادية. حبوب اللقاح اللي في رجليها بتقع وبتدوب وفيها بروتينات عالية جدا، فيتامينات عالية جدا، لأن هو ده الجنين زي جنين القمح أو إلى آخره، دي حبوب اللقاح. فأنت هتيجي هي في الآخر وتحط الكام ملي بتوعها فيهم كحول، ده معناه إن هيحصل فرمنتيشن أو تخمر لكل العين السداسية دي. فلو سمح لها بالخروج مرارا وتكرارا، وطبعا الكوبايات بتبقى مكشوفة والأزاز مفتوحة، فتقدر اللي هتعمله بحثا عن الرحيق هيبقى مش هيستوعب منها وقت نفس الوقت ولا المجهود، وبالتالي هيبقى أسهل لها إنها تروح مثل هذه الأماكن لتجميع الخمر. فإذا تكرر منها الفعل يبقى الأول بيعضعضوها ويمنعوها من دخول الخلية إلى أن تسترد رشدها وتبقى قادرة تقف على رجليها وقادرة تميز الدخلة. هما بيعرفوا من حركتها ومن مشيتها إنها بقى طبيعية. لو نفس الشخصية دي من شغالات النحل أعادت ارتكاب نفس الموضوع يبقى خلاص بقى لابد من بتراك. مع العلم إن كل النحلات اللي هتشترك في لسعها أو أخذها بالإبرة بتاعة الغدد السامة اللي في نهاية بطنها بيكون محصلتها الموت، لكن هم بيضحوا بنفسهم عشان الكولوني أو المستعمرة أو الخلية تفضل عايشة وسليمة. سبحان الله، يعني دي كائنات لا أنزل فيها آيات ولا أنزل عليها رسل، إنما هو الناموس الطبيعي أو وحدانية الإله في إنه دايما لما بينهانا عن حاجة بيبقى فيها المصلحة، لما نهانا عن الخمر بيبقى هو ده الأفضل لينا. لا تذهب العقل، أنت مدرك بتعمل إيه، شوف تصرفات واحد سكران بتبقى عاملة إزاي، ممكن بعد ما بيفوق بيبقى مستغرب لسلوكياته أو لشكله لو صورناه فيديو وهو سكران أو هو فايق. مين اللي علم النحل إن الخمرة شيء مش كويس؟ مين البيانات دي والداتا دي اتورثت من جيل لجيل؟ قلنا مخلوقين قبل الإنسان بكام، بآلاف السنين، مكانش ملايين السنين. من وضع هذا الناموس الدقيق اللي بيمشي عليه الجميع، سواء كل المخلوقات ماشي على نفس النمط من السلوكيات، كل ميسر أو مسخر لما خلق له. سبحان الله، دي آية جديدة من آيات اللي بنشوفها في النحل، توقيع العقوبة. ربما ابن آدم لو طبق العقوبة مباشرة وفي الوقت السليم وبالصورة الملائمة لحجم الجريمة كان كتير من السلوكيات والجرائم اللي بنشوفها في الشوارع انتهت وبقت على الأقل أقل من كده في كثافة العدد المطروح على ساحة القضاء. نرجع ونقول العلم هو اللي بيأكد المعنى ويوضح إنه الخالق واحد والقانون الكوني واحد، وإن كل ده ما جاش صدفة، إنما له مدبر
قاصد ومصمم، مصمم عامل ديزاين يعني تصميم لكل كائن، بيعيش ازاي، ياكل ايه، ما ياكلش ايه، يمتنع عن ايه. ولو دورت على المنهي عنه هتلاقيه منهي عنه في التوراة، ومنهي عنه في الإنجيل، ومنهي عنه في القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.